أنا أقدر أقول صراحة إن المرافعة اللي اتعملت في فيلم محامي خلع اللي قدمها بدر النواساني هي نفس شخصية والدي وهو كان بيترافع في المحكمة. لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل. أنا نزلت تقريبا في الوزن في حدود 22 كيلو، فيا رب أقدر أحافظ عليهم. يعني أنا بخضع دايما لتمارين، مواظب على الجيم بصفة مستمرة دلوقتي، بخضع لنظام غذائي بحاول أسيطر عليه، كل أسبوع ليا يوم فري، حتى اليوم الفري ما بزودش فيه أوي. في إفهات كتير جدا معلقة مع الناس من خلال أعمالي، وطبعا غبي منه فيه ده مكتسح كل الإفهات، شكلك فاهم يا نص يا معلم. يعني المكان ده اتغير تماما، شكلك فاهم يا نص. في أبو العربي تتقال كتير جدا، ألاقي ناس كتير جدا يقولي يعني منور الدنيا يا حبوب. ألو هي فنان هي حبوب. فرق سرعات سيد الرئيس في محامي خلع، هذا الهرقل هذا العتي 64 حصان وهي نص حصان، في فرق في السرعات سيد الرئيس. في النوم الثلاث ليلتك حمرا يا لواحظ، ليلتك حمرا يا لواحظ. زمان بنستخدم إضاءة قوية جدا، وكان في أبولو نوع من أنواع الإضاءة اللي بتدي اللي بتعوض أشعة الشمس. والحقيقة في حصل في مرة إن هذا الأبولو انفجر، وده كان من المخاطر الحقيقية اللي أنا تعرضت لها أثناء التصوير. من الوسط الفني أصدقائي كتير طبعا، يعني كلهم حبايبي وكلهم صحابي، أنا ما عنديش مشاكل مع حد الحقيقة الحمد لله. يعني بس مقربين ليا جدا أقدر أقول شريف منير، أحمد السقا، هنيدي، بحكم طبعا إن احنا طلعنا مع بعض واشتغلنا مع بعض وعائليا أصدقاء وكده. تعال بس إيدك، والله مختلفة يا خالد، أنا فاهمك. بغني في الأعمال الدرامية يعني، لكن مش مطرب يعني. خدعنا واحدة واحدة وجرحنا مرة واحدة وتعلم فوق يطير. لا كنت أتمنى أبقى عسكري مرور على جثتي، الإشارة حمراء على جثتي اللي هيعدي. مد إيدك حبيبي، مد إيدك. لا على ظهرها يا حبيبي عشان بتوجع أكتر.